دعنا نلعب كرة القدم، عبارة رددها من يرون العالم جميلا بقلوبهم، فهي تملك بصيرة تضاهي عيون الجميع. فريق كرة القدم للمكفوفين أثبتوا أن لا أحد يقف أمام إرادتهم. أكيد الموضوع يحتاج إلى صعوبة في التعامل مع هذه الشريحة، لكن عندما شاهدت الأسرار والأمل والتحدي في روحيتهم وفي قلوبهم زادني عزيمة وأصرار. فريق المكفوفين كرة القدم الفريق ولد حديثا، لكن الحمد لله والشكر الجهود كانت جدا رائعة. إن شاء الله نحاول قدر المستطاع أن نهتم بهذه الشريحة من خلال كثف وحداتنا التدريبية، من خلال تطوير مهاراتهم البدنية، وإحنا حاليا نستمرين يكون كل جمعة مرور الأيام راح تكون وحدات تدريبية على مدار الأسبوع. التحدي والإصرار وتطوير المهارات من خلال التدريب لعدة أيام في المرحلة المقبلة، رغم صعوبة الموضوع إلا أن المستحيل يتحقق خطوة بعد أخرى. فكرة لعبة كرة القدم فكرة تراود أي شاب، ويمكن حتى الشابات اليوم اللعبة الشعبية الأولى في العالم، لذلك هي ما فارقت ذهننا أساسا إحنا كمكفوفين. أحساس المكفوفين هو أساس ما يعتمد عليه لحب كرة القدم، لمعرفة الأصوات والالتزام بشروط هذه اللعبة أعطتهم قوة لتحدي الفرق القوية ومتابعة أنشطتها في دول أخرى. أغلبية المكفوفين عندهم حب لكرة القدم، صح أما الكفيف فاقد البصر بس، لكن يحس بكرة القدم ويتابع المنتخبات الوطنية أو النوادي العالمية. هكذا تتحقق أحلام فريق كرة قدم للمكفوفين في كربلاء، ليمثل العراق بإرادته وقوته لتحدي الصعاب. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.